يمر بأطوار، فيبدأ صغيرا وطفلا غير مميز، كما يقول الفقهاء لا يعرف التمرة من الجمرة ولا الخير من الشر، فهذا لا يؤمر بشيء ولا يلحقه تكليف، لكن إن أحسن شيء دللناه عليه، فإذا وجدناه يستطيع أن يحفظ شيئا من القرآن حفظناه، إذا وجدناه يحب أن يصلي لا ننهاه بل نشجعه على هذه الصلاة، لكن لا نأمره ابتداء لأنه ليس أهلا للأمر. ثم ينتقل إلى سن التمييز، وسن التمييز بعض الفقهاء يقول لا حد له بل هو بالفعل، فإذا أصبح يميز بين الذي يضره وينفعه فقد بلغ سن التمييز، وبعض العلماء يقول هو سن السابعة، وهذا أقرب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروهم بالصلاة لسبع، وهذا أمر رفق وإحسان ودلالة وترغيب من غير ترهيب، من غير ترهيب، تعال نصلي. إذا صليت فلك من الله، وهذا مهم يا إخوة، مهم جدا، إذا صليت لك من الله الجنة، ربي يدخلك الجنة والجنة فيها كذا وكذا، لا تعود الأبناء على القربة من أجل الدنيا. من الخطأ أن تغرس في الإبن أن يتقرب إلى الله من أجل الدنيا فقط، فتقول له صلي وأعطيك درهما، صلي وأعطيك 10 دراهم، صلي وأذهب بك إلى المكان الفلاني، هذا ينمي في قلبه قصد الدنيا، ولكن اجعل القصد الجنة ومرضاة الله، وقل له ربما إذا صليت يهديني الله عز وجل فأعطيك 10، اربطوا بالله لأنه طفل يتلقى، ربما ييسر الله لي إذا صليت أن أذهب بكم إلى المكان الفلاني، فاربطه بالله، وهذا مهم جدا في التربية الإيمانية، في زرع الإخلاص في القلوب والربط بالله سبحانه وتعالى. ولذلك تجد بعض الأطفال لا يكذب، وإذا قلت له لماذا يقول الكذب يذهب الإنسان إلى النار، يودي الإنسان إلى النار، ربي على هذا، وهذا يبقى يعني معه، لكن إذا ربي قلت لا تكذب ترى أزعل منك، خلاص إذا كان بعيدا عنك ما عنده إشكال، فهذا لابد من التنبه إليه. طيب نقول إذن في سن السابعة يؤمرون بالترغيب بدون ترهيب ولا ضرب ولا سب ولا شتم ولا شيء، إلى 10، 3 سنين يجب عليك، وهذا انتبهوا له يا إخوة، يجب عليك أيها الأب وأيتها الأم أن تأمره بالصلاة ولا تجب عليه الصلاة، يعني الواجب عليك الأمر والصلاة ليست واجبة، بمعنى إذا لم تأمره فإنك تأثم، وإذا لم يصلي فإنه لا يأثم، وهذا الأمر ينبغي أن يكون مستمرا، كلما جاءت الصلاة فلان صلي، إلى 10، فإذا بلغ 10 لا تجب عليه الصلاة ولا يأثم لو لم يصلي، لكن يجب أن يضرب إذا بلغ 10 وهو لا يصلي، حتى يتهيأ للصلاة إذا بلغ. فمن 10 إلى سن البلوغ يبدأ الترهيب ومنه الضرب حتى يستقيم على الصلاة، هذا الذي دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم.